هاي المنطقة شنو؟ هاي المنطقة هي أمت قدس، أمت قدس الجد. أمت قدس. رحت هذي، هاي رحت بالجد أمت قدس، كان تصرين تبعد الجيل العاف، تبعد الجيل العاف تحت ياسين في زمن الماضي، كانت أمي اللي محل، طريق اللي كانوا يقوم معاه القوافل من عند شمال تشيت اللي هذا الممر هون، هذا زاد الطريق قاعد يصير مسجد بسبب كان مرور من القلاص بسر، وهاي ذاك دار الله قال له دار شباب. عاد روحه. إيه؟ هاي لا بنت يقولوا لها دار الشبار ما دار دار حنين نقولها حنين شوي بالضبط اللي تسمع هاي طريق ماشي شوارع يا طريق ناس كثير لكن حالي هاي دار اللي دار دار الدور اللي قاعد تصلين عند المشروع مشروع هيئة المدن القديمة عن تمويل البنك الإسلامي عن النماذج اللي كانت أصلا موجودة بالنسبة للتشيت بالرخاء يعود السديرة الخضراء وفيها الحجر البيضاء كما تشوفوا كيف هذا الكتب اللي طلعوا من فوق هذا نمو عندنا كان نوع من الرفاهية عند بعض من ملاك التشيت اللي كانوا صينة هواة للتجارة في مصر كانوا تجارة أساسا هذا هو حاجة تجارة هذه 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 هذا لك نموذج معدل أصلا هذا الدوارة وهذا العكس يتخرص حتى تشوف هاي لفظ كتير هذا لك الهندسة المعمارية المعدلة هو يعني كان سلام عليكم هذا لك مش هذا بس خير بس خير زمن شباب الله يرحمه هاي والشيخ نبوي أحمدي رحمه الله هاي دار الشيخ رحمه الله هاي لك دار لي هذا حد منقطع عندهم دار نعثمنا دولة ما عندها اسم عندها اسم بعد قلت لك نموذج لا نموذج من النماذج اللي مبارك معاها لمستوى تشيت نماذج الرخاء هنا نماذج الرخاء اصلا بالنسبه لي ايش ديروا في الحجر البيضاء؟ ايش ديروا في ذاك الوعي اللي قال لكم شكليات اللي قال لهم قصر مات هاي الحجر البيضاء كانت تتلم عند الناس عن نوع من الرخاء الناس اللي متملكه هاي دار الامامه دار اللي تخرصها حتى دار فيها هاي دارك المنزل قدامك فيه طبقتين فيه ديزيتاج هذا المنزل هذا كان اصلا من دور الشيخ الصالح القديم اقسام ايفان كان من الدور القديم اصلا اللي تشكل خيمه هم شرفين قال لهم الشرف قول الله بطل من بطون شرف هاي دارك الدار لهم السلام عليكم مرحبا وسهلا هاي طريق توجور هاي طريق دائما تودي لمسجد هذا منزله منزله اصلا متحف عند البلديه له هنا المتحف هذه دائما لها طرق نفسها هذاك منزل من طابقين عنده طابقين هذا فيها 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 فيها, فيها مثل مولي نفس النموذج من المنازل القديمه اللي عندها عشر من الناس فيها سديرة في الحجر البيضاء سديرة في الحجر البيضاء الحجر البيضاء ثم قصني وهم السديرة وهم الحجر البيضاء وهم الحجر الحمراء الحجر الحمراء اساسا باطله بالفكره راح هي تنم مثلا كانت عنا الناس اللي ما هي كانت تخلي ممتلكات لنا كثيرة الناس اللي ما عندهم ممتلكات كانت انتنا حتى تبني كانت في الحسرة الحمراء مثلا الحمراء عايدة تزوق هذا هارك يضلعوها شوف الحسرة الحمراء والبيضة هذا هو المبارك مع هذا هو المشروع المبارك مع هارك توسعة والله متنفس ودار قالها دار تلاميذ اصلا وعدلتهم ياك نعود متنفس بالنسبة له بالنسبة للمدينة بالنسبة للمسجد وهو توسع دار النادي النادي هو نادي فيه مخطوطات اللي عندها تشيت هون اللي محفوظة ذاك النادي لابس هذا هو اللي يعود ممر صور من عنده ويك عنده ويك ليسكالي وهذا اللي يعود هذا من ضمن الإصلاحات اللي معنا نادي المخطوطات لكن نادي المخطوطات هو اللي لكن الفم مارك الفم لو ما فهم الفم يعود هذا هو اللي يسخير لكن يسخير هون هذا هم هم يعود هنا الروايات اللي عاودوا مرتفعات اللي عاودوا تمشي اللي عاودوا ارفع من هذا شوي اللي عاودوا على النورانيات اللي عاودوا بالتوسعات حال ثلاث مجموعات بعض الدقائق وانا اخذ الاستضافه من نفسي تعود لحال واستكسب البلين جزيل قلت لها هاي دار قلت ان هذه دار قال لها دار مخرزه كنا نطالب بترميمها ويشهد فيها تاريخ وضعت عقود مع المكونات الاجتماعيه كانت تحفظ نوع من السلم ياسر من الناس اللي اليوم موجود في بعض من الاماكن الموريتانيه
سبحان الله. اي ودارهم اللي فيها الحاله الخرمانيكيه نقرا فيها شيخ سيدي. شيخ سيدي الكبير قرا فيها دار لي دار لي. قرا في دار لي. اكثر والناس اللي بعض الرجالات والتالبي كانت بلد حسب مجال العلم والمعرفه كان هذا من الدور اللي كان من دار اللي قطر يقول نفسه عبد الزيد العلم. جاء شيخ سيدي الكبير وجاء شيخ محمد الهندي. هل جاري هون في المنزل اكثر قطعوا زي ما تقولوا يعني نقولوا زر الساحلي هون نقولوا أصلنا جماعة الشرفة هذا المكون الاجتماعي اللي قالوا الشرفة هذا اللي قالوا زر الساحلي هون هذا في دار البلدية هون راكم معطيها لحاضر هذا دار حضانة اللي هون قاعد تفرعني بها الهون حضانة هون عاد فيها هون الفرد من الشرفات هون هذا وهو الطريق هذه هون اللي تشوفوها هون تراب مستوسع غير هذه هذه تراب نهر رحاب نهر رحاب هذه ملاك هنا غير الان هن ذكر الهله وصعاب عليه طلوع ثاينه طلوع ثلاث خطريات في الجبين لو حيث رجع ثاينه كانت العربيه هي كانت بال بالدار الليله كانت بالقضاء كانت بالقضاء كانت تطلع منها قافله من الجانب الساحلي جايسه الجانب الشرقي اللي ناس هون كانت ممر وكان بلد منتقى طرق للقوافل اللي هون تشهد ديه بعض التاريخ بعدين دار اللق المغربية تشبر فيها من الملفات والسجلات اللي يدل على التعامل اللي تشيد كانوا معه هون كان هذه محضرة سيد عبد المومن وهذه هي دار ظليلة اللي قايت ان احنا ظليلة عبارة عن الحالة اللي هي وهذا زر ساحلي وطالع من عند الطريق ما شي شيء عليه نفهم هاي واحدة من الديار سلام عليكم لك مفتوح حق الله بيها هاي دار ظليلة هذا المكان هون هو كان بالقضاء كانت تقضي فيها تشيت هون بين علمائها وهاي دار هي وكانت أصلنا بالقضاء هذه هون وكان لها عود من بين المجال بين مكان مكانات هاي المكتوبة فقط الشيط القديمة بلاد مدينة القديمة اللي كانت فيها قريب من 34 فيها سطحين نعم عليك وكان المدخل قالوا قنقف الو السلام عليكم جيت الدار انت بغيتي تجي عليكم السلام